الآن بين يدي أكثر من 128,000 بحث منشور في أكثر من 258 مجلة علمية، تصدر عن 51 مؤسسة علمية وحكومية، تتوزع بين مجموعة من الجامعات العراقية ومجموعة من الوزارات أو المؤسسات المرتبطة بالوزارات العراقية. هذا الموقع هو موقع المجلات الأكاديمية العلمية العراقية. هذا الموقع تم إعداده من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية من دائرة البحث والتطوير، ونحن في هذا المقام نشعر بالشكر والامتنان لكل من ساهم في هذا المشروع. في السابق كان الباحث يذهب إلى المكتبة المركزية ويقضي وقت طويل من أجل الحصول على بحث أو بحثين في إحدى المجلات، وقد لا يجد أحد الأعداد من لهذه المجلات، لمجلة التربية والتعليم أو مجلة تخص الجغرافيا أو الجيولوجيا وهكذا. هذا المشروع اختصر الوقت بحيث قام بجمع جميع المجلات التصدر عن المؤسسات التعليمية من جامعات ومؤسسات مرتبطة بوزارات وجعلها في مكان واحد، هو هذا الموقع. هذا الموقع معد بشكل احترافي من قبل شركة سامبر 2 الدنماركية. بإمكانك استخدام هذا البحث بكل سهولة، إما عن طريق البحث أو التصفح. عملية التصفح قد تأخذ وقت، كما كان العمل معمول به في المكتبة المركزية، بأنك تختار في البداية لاستخدام إما جميع المجلات الموجودة في المجلات، حسب مجلة طبية أو مجلة دراسات البصرة وهكذا، تختار المجلة ثم تختار الإصدارات وتبدأ بالتصفح، أو بإمكانك استخدام العرض بواسطة المواضيع حسب الموضوع اللي تبحث به، سواء كان زراعة أو كان فلسفة أو كان علوم سياسية، أو بإمكانك البحث باستخدام الجامعات، تختار جامعة البصرة أو الموصل أو بغداد، ثم تحصل على مجموعة من المجلات العلمية التي تصدرها هذه الجامعة. لكن هذه العملية تستغرق وقت طويل، بإمكانك اختصار الوقت عن طريق استخدام زر البحث. بالبداية خلينا نستخدم بعض المصطلحات، مثل نستخدم كلمة GIS، نضغط على البحث، راح تشاهد انه النتائج كثيرة، اكثر من 544 بحث يخص GIS موزعة على مختلف الجامعات المجلات وعلى مختلف السنوات. وحتى لا تضيع وقت كثير، حاول تستخدم البحث المتقدم. بالبحث المتقدم يعطيك ميزة انه تبحث ضمن عنوان المقالة أو عنوان المجلة أو باستخدام اسم المؤلف. فببساطة خلي نجرب نستخدم كلمة الموصل. راح نشوف عندنا أكثر من 11,819 نتيجة موزعة على عدة سنوات، لكن الإشكالية وين؟ إنه 11,000 عددها كبير، تستغرق وقت حتى تبحث بها. طيب شنو الإشكال؟ الإشكال إحنا خليه نضيق نطاق البحث. نرجع مرة ثانية، قبل أن نرجع خلينا نشوف وين الإشكال. الإشكال أنه 11,000 هي عن كلمة الموصل. كلمة الموصل موجودة في العنوان، موجودة قد تكون في اسم الجامعة، قد تكون موجودة في اسم المجلة، وقد تكون موجودة كلقب ضمن اسم المؤلف. فحتى نضيق نطاق البحث نرجع مرة ثانية إلى البحث المتقدم، نكتب كلمة الموصل، لكن في نطاق البحث نحدد بدل ما جميع الحقول نحدد عنوان المقالة. في عنوان المقالة نضغط بحث، نشوف انه عدد النتائج قل من 11,000 الى 1,185. ممكن نضيق بعد، ممكن نستخدم الموصل ونستخدم العبارة المنطقية و او الموصل او موصل، يعني اللي بيرفع التعريف، ونشوف نتائج البحث. قلت نتائج البحث 10. موصل أو الموصل شو تعني؟ تعني أنه في الحقل، إما نقول للباحث أنه استخدم كلمة الموصل أو استخدم كلمة موصل بدون التعريف، أيهما موجودة ابحث عنها. فكانت النتيجة 1,185. زين خلي نجرب نستخدم كلمة موصل لوحدها. اللي ظهر عندنا انه فقط
24 نتيجة، خلي أكو إشكالية نرجع بعد البحث إلى البحث المتقدم ونكتب موصل فقط، ظهرت 123 نتيجة. فإذا أنت حاول مرة تستخدم ال التعريف، مرة بدون ال التعريف، لكن هنا تظهر عندنا إشكالية أنه هم بس يحكي العناوين ليست فقط عن مدينة الموصل، وإنما بعضها عن كلمة موصل. فحتى تتخلص من كلمة موصل اختار إحدى الكلمات مثل عازل أو شبه موصل، لأن موصل هي كلمة باختلاف الحركات تختلف بين اسم مدينة وبين عنوان شبه موصل. خلي في بدل و لا يتضمن، لا يتضمن كلمة شبه حتى تتخلص من هذه العملية، وحتشوف نتائج قلت من 123 إلى 171. زين، خلي نستخدم اسلوب ثاني بالبحث المتقدم، وانه ان احنا نحدد، نقول للخادم ابحث عن كلمة مدينة الموصل وخليها داخل علامتي اقتباس، راح يبحث عن هذا النص في جميع الحقول. طبعا لا، نختار في عنوان المقالة فقط نستخدم البحث. طلع عندنا 437 بحث مخصص عن مدينة الموصل. ممكن ايضا انه نضيق نطاق البحث اكثر بانه نختار عدد السنوات. هاي البحوث موزعة من 2018 الى 2002، قد تكون انت بالبداية جمعت او نزلت جميع البحوث الموجودة. فنضيق نطاق البحث من 2018 الى 2017 فقط. نرجع بالعكس، ظهر عندنا 21 نتيجة خلال 2017 مثل ما نشوف. زين، هسه احنا لو بدنا نحمل احد هذه البحوث نجي على النص الكامل. النص الكامل هو اللي راح ينزل لنا الملف، راح نشوف راح يبدأ يحمل. أصبح البحث كامل موجود عندك بالحاسب. ممكن تطلع على الخلاصة فقط، ممكن تحصل على الكلمات المفتاحية، ممكن تصدر البيانات اللي موجودة عندك من اسم المؤلف واسم المجلة واسم الجامعة، وممكن تنتقل إلى المجلد اللي نشرت به هذا البحث ضمن هذه المجلة. الأهم أنه أنت بالبحث تستخدم أسلوب البحث الصحيح، تكتب البحث المتقدم، تكتب الاسم، تستخدم في عنوان المقالة، أو ممكن تستخدم باستخدام اسم المؤلف. وخلي نجرب هذه الطريقة، وخلي نكتب مثلا عبد في اسم المؤلف، نضيف له و، يعني شرط أن يكون الاسمين موجودين ضمن اسم الباحث. راح نشوف أكثر من 168 بحث بهذا الاسم، لكن حتى نحصل على النتيجة المطلوبة لو كان عندنا اسم باحث معين راح نستخدم مثلا داخل اقتباس عبد علي عبد عباس العزاوي، نضغط في اسم المؤلف راح نحصل على 15 بحث منشورة باسم الأستاذ علي عبد عباس العزاوي، وهكذا. المهم انه احنا نستخدم زر البحث باسلوب يوصلنا الى اكبر عدد ممكن ومفيد من البحوث. هذا الموقع جدا مهم وجدا مفيد، اتمنى انه تستفاد منه. واذا كان عندك اي سؤال او اي توضيح يخص الموقع او البحث بالموقع، فأرجوك اكتب لي اي تعليق بالكومنت الموجود على تحت اسفل الفيديو بالقناة اللي هي Update Your Skill. واتمنى انه اكون فدتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.